السؤال يقول ما هي أكبر مدينة في أوروبا؟ هل هي الأردن، سويسرا، لندن؟ لندن لندن لندن. خلينا نسمع من الأستاذ جمال ما هو جواب السؤال. تفضل. لندن. علي صوتك. لندن. نعم صحيح، لندن هو جواب السؤال. اربح معنا طرد. أنا قلت اربح معنا طرد مقدم من شركة زارة بعد انهاء المسابقة. شكرا لشركة زارة. نصفق للأستاذ جمال. كيف بدي أقول يلا ارجوع ارجوع ارجوع.